الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. قاعدة أخرى في القياس: كل قياس صادم النص ففاسد. كل قياس صادم النص ففاسد. فمن أول شروط صحة القياس أن لا تصادم بقياسك نصا. احذر من أن تجعل قياسك مصادما للنصوص. ولذلك فقياس الحنفية، قياس، انتبهوا، قياس الحنفية جواز نكاح المرأة لنفسها على جواز انفاقها لمالها بنفسها من غير اذن وليها، هذا قياس في مورد النص. اين لا نكاح الا بولي؟ فهم قاسوا جواز نكاح نفسها بنفسها على جواز انفاق مالها بنفسها، وهذا باطل. وكقياس بعض العلماء بول الذكر الرضيع على بول الجارية، فيقولون كما أن بول الجارية يغسل فبول الرضيع يغسل، هل هذا قياس صحيح؟ الجواب لا، أن الرسول قال ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. إذن قياسهم عارض نصا، وكل قياس عارض النص فإنه فاسد. الذين قالوا بأنه لا يتوضأ من لحم الإبل قالوا كما أنه لا يتوضأ من لحم البقر والغنم فلا يتوضأ من لحم الإبل، هذا قياس ولا لا؟ طيب قياس صادم نصا، وكل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار. وأفسد قياس في الدنيا قياس الخالق على المخلوق. قالوا كما بما أن الله أثبت له وجها فنحن نقيس وجهه على وجه المخلوق، بما أن أثبت له يدا فنحن نقيس يده على يد المخلوق، فوقعوا في التمثيل بسبب القياس الفاسد الذي صادم النص. إن قلت من أول من صادم النص بالقياس؟ من أول من صادم النص بالقياس؟ إبليس، لما أمره الله عز وجل أسجدوا، وهو نص صحيح صريح لا يحتمل المعارضة، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس عنصره النار على عنصر آدم الطيني، فنتج قياسه أن آدم هو الذي يسجد له وهو لا يسجد لآدم. طيب النص عارضه، فكل من عارض النص بالقياس فإن له نصيبا من مدرسة إبليس. ولي رسالة هي التي قال فيها الشيخ سيد أنها طبعت في مصر بغير اسمي، وهي الشبهة الأثيمة والآفة القديمة، وهي بين قوسين معارضة النص بالقياس في 100 فرع.